قايد لاينز بالله بيان. يلا ثواني حكينا حنبلش من عندهم مش هيك، وحنحكي عن البلاك بيشنز بالضبط. اوكي بيّن عندكم لسه عم بعمل لودينج شكله. ايوه هلا فتحت السلايدات. تمام خلينا يلا هلا اذا بنتذكر مع بعضنا مكان البيشنت نورمال حكينا بدنا ايش احنا لايف ستايل تشينج. هلا حكينا اذا كان في اليفيتد وبناء على قراءه السيستوليك والديستوليك بلاد بريشر كان اليفيتد what should we recommend for the patient lifestyle modification مش هيك بيرجع للpatient within كم يلا احكوا لي من 3 ل 6 اشهر ممتاز 3 to 6 months طيب بعد هيك we moved حكينا على القراءات السيستوليك والديستوليك بلاد بريشر شفت انا انه البيشنت بستيج 1 وين الفيجر يا بيان دكتور واضح ما بعرف ليه مو واصلك هاي فاتحين فاتح عندي سلايد انا بس مش الفيجر لا هو عند سلايد 34 عند البلاك بيبل انا موقفه لا 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 الفيجر نفسه الفيجر نفسه اوكي مش عم بيبين معلق معي دكتور؟ معك أنا معك بحكي لك ما بعرف معلق في حدا عم بتحكم غيري لأنه أنا هسه برجع للسؤال أيوة حمزة أنت اللي بتحرك؟ نعم هاي السلايد دكتور تمام دكتور سامعني الفيجر الفيجر يا جماعة الفيجر دكتور بده سلايد 29 سلايد 29 دكتور بده هيا وصل حاضر ايوه تمام هلا زي ما انتم شايفين to the left to the very left normal صح فهاد حكينا lifestyle change ونعمل له reassessment in one year اوكي هلا روح على elevated بناء على قراءة السيستوليك انه من 120 ل 129 ولازم الدياستوليك يكون شو حكينا less than 80 تمام هذا البيشنت شو بده non pharmacological therapy اللي هي what lifestyle change or reassess in 3 to 6 months مزبوط تمام نروح هلا على stage 1 البيشنت stage 1 hypertension حكينا اذا في عنده مع stage 1 comorbid disease ما في داعي احسب التنيير ASCVD اذا البيشنت مع الهايبرتنشن في عنده كاردو اثيروسكليروتيك كارديوفاسكولار ديزيز أو عنده ديابيتس أو كرونيك كيدني ديزيز أوكي في هاي الحالة خلص I have to initiate one anti-hypertensive agent واللي بيحكمني مين من هاي anti-hypertensive agents هو الكوموربيد ديزيز أوكي لكن إذا البيشنت عنده بس هايبرتنشن وكان بستيج 1 then we have to assess for 10 year risk للأثيروسكليروتيك كارديوفاسكولار ديزيز اتطلعوا إذا كان 10 year risk هلا بحكي لك هل هو أعلى من 10% شايفينها no yes شايفينها تمام إذا كان no يعني less than 10% you go for non pharmacological therapy اللي هي lifestyle modification and reassess in 3 to 6 months إذا حكالي yes then you go for non pharmacological therapy بالإضافة لمين لون oral anti-hypertensive agent reassess in one month بعد one month إجاني controlled خلاص بعد one month إجا مش controlled I have what to make احكولي يلا منحدل على الدوز
أو منغير الدراج. قبل هيك rule out other causes و check for adherence لحتى نوصل للكنترول بصير يجيني كل 3 to 6 months clear. إذا بستيج 1 hypertension أول إشي بتطلع لازم يكون عنده hypertension لحال ولا مع comorbid. إذا في comorbid خلص ما بحسب التنير ريسك. إذا ما في comorbid then I have to initiate, then I have to calculate التنير atherosclerotic cardiovascular disease. شو تارجتي للبيشنت اللي بستيج 1 hypertension؟ بكل الحالات التارجت إنه systolic blood pressure ينزل عن 130 and diastolic blood pressure ينزل عن 80. لازم السيستوليك يكون less than 130 والدياستوليك يكون less than 80. نزل عن 120 على 80 أحسن وأحسن ما عندي مشكلة. سواء أعطيته anti hypertensive agent ولا non pharmacological therapy targety less than 130 over 80. clear. نروح على stage 2. في stage 2 hypertension بناء على قراءات systolic blood pressure 140 or more أو diastolic blood pressure 90 or more. What I have to do for this patient? Two oral antihypertensive agents. هل في داعي أحسب التنير atherosclerotic cardiovascular disease؟ No. No. لكن إذا ال patient عنده بس hypertension هلا بكل الحالات أنا بدي أعطي 2 سواء hypertension لحال أو hypertension مع comorbid. لكن وين الديفرنس بينهم؟ الديفرنس بينهم رح يكون في موضوع المونيتورينج والفولو اب. اوكي، انه انا لما يكون البيشنت عنده بس هايبرتنشن لحاله بهمني انه التارجت انه يصير less than 140 over 90. مجرد ما السيستوليك بلاد بريشر صار less than 140 والدياستوليك بلاد بريشر صار less than 90 اتس فاين للبيشنت اللي عنده بس هايبرتنشن. لكن البيشنت اللي عنده هايبرتنشن مع ديابيتس او كرونيك كيدني ديزيز او اثيروسكليروتيك كارديوفاسكولار ديزيز هون التارجت لازم يكون less than 130 سيستوليك less than 130 and diastolic less than 80. That's why انه ممكن اشوف بيشنت بستيج 2 هايبرتنشن ماشي على 3 medications. مين البيشنت اللي ممكن يكون بستيج 2 مثلا ماشي على 3 medications؟ اللي عنده بس هايبرتنشن وأعطيناه we initiated two anti-hypertensive agents ورجع لي لسه systolic more than 140 and diastolic less than 90. بس إذا هذا البيشنت رجع لي 135 over 85 do I need to أعمل أي modification على الفارماكوثيرابي عنده؟ لا no. لا لكن لو كان عنده comorbid disease مع الهايبرتنشن ما بزبط لازم السيستوليك ينزل عن 130 and diastolic ينزل عن 80. إذا دائما احنا بهمنا انه السيستوليك بلاد بريشر less than 130 والدياستوليك less than 80 في وجود الكوموربيد ديزيز سواء كان البيشنت بستيج 1 هايبرتنشن او بستيج 2 هايبرتنشن. تمام. طيب هلا بالنسبه للبلاك بيشنتس وي وود سي دائما الريسك انهم تو ديفلوب الهايبرتنشن عندهم اعلى، ولو they developed كمان الهايبرتنشن الريسك إنه يصير في عندهم complications من الهايبرتنشن برضو أعلى. That's why we have to intensify therapy لهاي الكاتيجوري من الpatients. What we have to do دائما escalate اعمل one step up بالنسبة للwhite people. فمثلا إحنا بالelevated blood pressure what we recommend للwhite people؟ شو حكينا بالنسبة للelevated blood pressure عند الwhite؟ lifestyle modification. Lifestyle modification. هلا هون بنحكي lifestyle modification and single antihypertensive agent is reasonable. إيش يعني is reasonable؟ ممكن إنك أنت تعطي وات oral antihypertensive agent. Okay. هاد زي مين عند الوايت؟ Stage 1 with 10 year risk factor less than 10%. Yes. شو حكينا عنه هناك؟ Lifestyle modification and to initiate an oral antihypertensive is what? Reasonable. Reasonable. اللي بستيج 1
with 10 year risk less than 10% صار عندنا هون بالإليفيتد نفس الثيرابي تمام؟ طيب بنروح على ستيج 1 هايبرتنشن. شو حكينا بستيج 1؟ بدنا نشوف عنده هايبرتنشن لحاله ولا معه كوموربيد ديزيز. اوكي بلاك وطلع عنده بس هايبرتنشن بستيج 1 what would you do؟ calculate the 10-year atherosclerotic cardiovascular disease كمان. You have to calculate the 10-year atherosclerotic cardiovascular disease risk factor. بس إذا هذا البيشن كان عنده 10-year risk factor less than 10% شو بنعمل بالوايت؟ lifestyle modification. Anti-hypertensive is reasonable, صح؟ Yes, لا هون you have to initiate oral single oral anti-hypertensive agent. طيب وإذا 10-year risk factor عنده 10% or more خلاص هلأ you have to go for two oral anti-hypertensive agents سواء مع comorbid أو بدون comorbid. Stage 2 two oral anti-hypertensive agents. بدناش كمان إحنا to go for three كثر كمان medications و potential side effects ومشاكل عند البيشنت. إذا لما يصير البيشنت بستيج 1 hypertension وال 10 year risk للأثيروسكليروتيك كاردوفاسكولار ديزيز 10% or more أو ستيج 1 hypertension بوجود comorbid disease أو ستيج 2 hypertension لحاله أو stage 2 hypertension بوجود الكوموربيد ديزيز دائما we initiate what? Two oral anti-hypertensive agents. هلا وين الديفرنس بينهم بالتارجت؟ ما في سوري ديفرنس بينهم بالتارجت، دائما التارجت عندي less than 130 over 80. دائما التارجت less than 130 over 80. هذا في البلاك دكتور صح؟ اوكي. طيب في حدا عنده سؤال بالنسبة لموضوع الفيجر والجايد لاينز للتريتمنت؟ دكتور بس آخر شيء تارجت ما فهمت البلاك شو بفرق؟ تارجت للبلاك بيشنس سيستوليك less than 130 and diastolic less than 80 بجميع الحالات؟ يس. هلا في شغلة بدنا نحكيها بالنسبة ل موضوع الميديكيشنز اللي احنا we have to go for لهذول البيشنز. او في before هذا الحكي في شغلة اسمها primary prevention وفي secondary prevention. هلا اذا كان البيشنت عنده بس hypertension دائما we have to control the blood pressure عشان نعمل شغلة نسميها primary prevention. Prevention of what؟ ليش بدنا نعمل حكينا control على blood pressure؟ عشان ما يتطور عندي ديزيز ثاني او اورجان دامج. الاورجان دامج الهارت نمنع حدوث الانجينا والام اي والهارت فيلر والستروك والترانزيت اسكيميك ديزيز والكيدني نمنع الكرونيك كيدني ديزيز نمنع حدوث الديابيتس. اوكي وبالتالي هذا بنسميه برايمري بريفنشن. هلا اذا البيشنت اوريدي عنده هايبرتنشن مثلا مع انجينا واي وي هاف تو كنترول البلاد بريشر هذا بسموه سكندري بريفنشن حتى ما يصير معه ام اي مره ثانيه. عنده براير ام اي ما يصير عنده ام اي. هذا في سلايد السلايد موجود بين السلايدات بيحكي عن البرايمري بريفنشن والسكندري بريفنشن. قبل شوي وانتم بتقلبوا بالسلايدز فتحتوا تمام. طيب هلا نيجي لموضوع الميديكيشنز اللي تستخدم في التريتمنت اوف هايبرتنشن حسب الجايد لاين. هلا انتم شفتوا في بعض الحالات نعطي سنجل ثيرابي، بعض الحالات بنعطي كومبينيشن ومرات ممكن نعطي 3 ميديكيشن. هلا شو الميديكيشنز ريكومندد في البلاد بريشر كنترول؟ هلا في عندنا الاس انهيبيتر والاي ار بيز طبعا راح احنا ويل جو ثرو الديتيلز لهي الميديكيشنز ليتر. في عندنا الكالسيوم شانل بلوكرز، في عندنا ايش كمان الديوريتكس. طبعا وي سي ديوريتكس وي جو فور ثيازايد ديوريتكس. اوكي ما بنبلش باللوب ديوريتكس. اللوب ديوريتكس عاده جيفن لحالات مين الإديما او الفلويد ريتنشن او كونجستشن زي حالات الهارت فيلر او ليفر سيروسيس او الكرونيك كيدني ديزيز.
تمام. لكن for blood pressure control we usually go for with thiazide diuretic. طبعا الموضوع related مين للسيفتي. طبعا اللوب more potent, much more potent. لكن اللوب diuretic من السايد افكت اللي بيعمل هايبوكاليميا عالي, انه يعمل هايبوكاليميا اللي هو نقص البوتاسيوم ليفل في البلد. هاي الهايبوكاليميا هي ريسك لمين؟ للاريثميا. تمام. فانت بتيجي بتحكي لي بيشنت عنده هايبرتنشن ام اي مثلا, او بيشنت عنده هايبرتنشن انجينا, طب ما هو اصلا هو عنده ريسك لمين؟ للاريثميا عالي. وبالتالي we don't recommend انه to use loop diuretic for blood الا اذا صار في fluid retention او edema في حالات مثلا الهارت فيلر. فبنعطي loop diuretic once the edema resolved you have to discontinue loop diuretic كمان, ما بيضلوا ماشي عليه. فاحنا بنحكي عن thiazide diuretic. طيب في عنا ايش كمان من الجروب ما حكيتها انا, احكوا لي يلا. ACE inhibitors والاي ار بيز, وايش كمان حكينا؟ كالسيوم بيتا بلوكر, كالسيوم بلوكر, والثيازايد ديوريتكس. في عندنا كمان هلا للبيشنت اللي عنده هايبرتنشن البيتا بلوكر از نوت ريكومندد از انيشيال مونوثيرابي, ما بنبدا فيه. لانه الناس اللي عملوا ترايلز وجدوا انه الناس اللي ماشيين على البيتا بلوكرز كان عندهم ستروك اعلى من الناس اللي ماشيين على الاذر جروبس. هلا مش معنى هذا الحكي انه البيتا بلوكر بيعمل ستروك, بس البيتا بلوكر ديد نوت بريفنت الستروك ديفلوبمنت او حدوث الستروك مقارنه بالاذر انتي هايبرتنسيف ايجنتس. احنا بنعرف انه الميجر اندرلاين كوز للستروك اصلا هو الهايبرتنشن. فاذا البيشنت عندي عنده بس هايبرتنشن, عندنا التشويسز ايس انهيبيتر او اي ار بي او كالسيوم شانل بلوكر او ثيازايد, اي واحد منهم بيزبط انيشيال. هل البيتا بلوكر كود بي يوزد اد اون؟ اه كود بي يوزد اد اون, ما في مشكله. مفهوم؟ إذا إجاني كيس وحكيت لك أنا يلا شو بدك تعطي لهذا البيشنت, أنت اطلعت بناء على الكيس إنه هذا البيشنت مثلاً ستيج 1 هايبرتنشن والتين يير ريسك عنده أعلى من 10%, ما عنده كومور, بدك تعطيه 1 أنتي هايبرتنسيف, مين من هذول بدك تعطيه؟ أي واحد منهم بيمشي الحال, إيس إنهيبيتر أو إي آر بي أو كالسيوم شانل بلوكر أو ثيازايد. ما بنعطي البيتا بلوكر از انيشيال مونوثيرابي في حاله وجود الهايبرتنشن لحاله. تمام. هلا بالنسبه للبلاك بيشنتس بدنا نستثني كمان الايس والاي ار بي, يعني بنعطي اما كالسيوم شانل بلوكر او ثيازايد دايوريتك از انيشيال مونوثيرابي. بتبلش بالثيازايد, ما في ريسبونس بتضيف كالسيوم شانل بلوكر للبلاك. مثلا بتبلش بكالسيوم شانل بلوكر ما في ريسبونس بتضيف ثيازايد, بدك تبلش بكومبينيشن للبلاك بتعطي كالسيوم شانل بلوكر مع الثيازايد as initial combination therapy. شفتوا كثير حالات نحتاج نعطي فيها combination therapy كالسيوم شانل بلوكر مع ثيازايد. وجدوا انه الاس والاي ار بيز مش كثير افكتيف عند هذول البيشنتس تو بريفنت حدوث مثلا الهارت فيلر, تو بريفنت الستروك, مقارنة بالأملوديبين اللي هو كالسيوم شانل بلوكر والثيازايد ديوريتك مع الترايلز. يعني in other words we would say إنه هذول الأجنتس الكالسيوم شانل بلوكرز والثيازايد are much more effective to prevent الأنجينا مثلا أو الهارت فيلر والستروك في البلاك بيشنتس بالمقارنة بالأس والأي آر بي. الأس والأي آر بي overall not recommended للبلاك بيشنت. الحالة الوحيدة اللي بتفرض علي اعطي الايس انهيبيتر والاي ار بي للبلاك هو وجود الكرونيك كيدني ديزيز. هو وجود وات؟ الكرونيك كيدني ديزيز. هون الايس والاي ار بي ورك از وات؟ انتي بروتين يوريا ايجنتس. نتذكر هاي الكلمه انتي بروتين يوريا ايجنتس, بحكي عنها ان ديتيلز لما نحكي عن السي كي دي ككوموربيد ديزيز مع الهايبرتنشن, لسه ما حكيناش عنها. فالاس والاي ار بي مش ريكومندد للبلاك, بس بوجود الكرونيك كيدني ديزيز بصيروا ايه؟ بصير ريكومندد ايجنتس. طيب نرجع للنون بلاك, شو بدنا نعطي از فيرست لاين للي عنده بس هايبرتنشن سنجل ثيرابي؟ يلا شو بنعطي؟ ثيازايد بزبط, كالسيوم شانل بلوكر اوكي, ايس انهيبيتر بزبط, الاي ار بي بزبط. بدك تعطي كومبينيشن بتعطي اي اثنين من هذول, بس مش ريكومندد
انك تعطي مين الاس والاي ار بي مع بعض لانهم اولموست نفس الميكانيزم مع شويه ديفرنس طبعا انه هذا بيمنع تحول انجيوتنسين ولا انجيوتنسين تو هذاك بلوك الانجيوتنسين تو افكت بس يوجوالي نوت ريكومندد تو بي جيفن ان كومبينيشن واذا اعطيت كمان الاس والثيازايد مع بعض وبدك تضيف ضيف الكالسيوم از ثيرد لاين لا تضيف الاي ار بي هلا مش انه ابسولوت كونترا انديكيشن ولا راح يصير في مشاكل كبيره عند البيشنت لكن انت في عندك تشويس ثاني بديفرنت ميكانيزم افضل انك تستخدمه فلما تبلش اي ار بي ما تضيف عليه اس انهيبيتر ضيف كالسيوم شانل بلوكر اذا ما صار في ريسبونس او ضيف ثيازايد ديوريتك كلير اجاني بيشنت عنده ستيج 2 هايبرتنشن شو بدك تعطيه ميديكيشن يلا احكوا لي بسرعه ممكن اسمع ثيازايد او كالسيوم اول شيء لازم احدد بلاك ولا نان بلاك لانه اذا بلاك لازم اعطيه ثيازايد مع كالسيوم شانل بلوكر بينما اذا كان نان بلاك شو بعطيه اربس ايس انهبيتر ايس او اي ار بي مع كالسيوم شانل بلوكر او ايس اور اي ار بي مع ثيازايد طب بصير اعطي كالسيوم مع ثيازايد لا اي سي ولا اي ار بي ممكن بيزبط ما في مشكله ككومبينيشن بس انه ما بيزبط صح دكتور الاربس مع الايس نعم ما بيزبط الايس انهبيتور مع الاربس لا بانيشال كومبينيشن ما بيزبط ولا اد اون ولا حتى اد اون الى لاست تشويس يعني ما تعطي ايس مع اي ار بي اعطي ايس مع كالسيوم إيس مع اي ار اي مع سوري ثيازايد او اي ار بي بدل الايس اي ار بي واحد منهم ايس او اي ار بي اعطي واحد منهم مع كالسيوم او ثيازايد او تعطيش لا ايس ولا اي ار بي اعطي كالسيوم مع ثيازايد برضو بزبط زي البلاك اجاني هذا البيشنت بعد هيك السيستوليك والدياستوليك بلاد بريشر عنده 135/85 شو بدكم تعملوا فيه؟ مشيناه على إيس وثيازايد. إجاك 135/85 شو بدك تعمل فيه هلا بعد 1 month؟ نعمل كنترول للأذر كوزز. بدك تعمل رول أوت للأذر كوزز. رول أوت. وتشيك فور أدهيرنس. طب هذا البيشنت شو عنده؟ عنده هايبرتنشن بس وناني بلاك طب انا تارجت السيستوليك ينزل عن 140 والدياستوليك ينزل عن 90 طب مش صار 135/85 يعني بخليه يمشي على الدواء خلاص خلاص احنا في شيء اسمه جول اوف ثيرابي انا لما بعطي الميديكيشن بدي اكون عارف ليش اعطيت الميديكيشن هلا في شيء اسمه نورمال بلاد بريشر فاليو ماشي بس انا لما اعطيت الميديكيشن ما اعطيت عشان يصير البلاد بريشر 120/80 هلا اذا صار 120/80 احسن واحسن خير وبركه بس انا لازم احط ببالي انه هذا الدواء اعطيته عشان السيستوليك ينزل عن 140 والديستوليك ينزل عن 90 طيب نزل عن 140 على 90 شو معنى هذا الحكي لا بزيد دوز ولا بضيف ميديكيشن هذا اللي بيحكمني هون طب احنا اتشيف دي التارجت خلص ليش بدك تضيفي دواء طيب بيشنت عنده هايبرتنشن وديابيتس ناني بلاك كان 145/95 شو بدكم تعطوه؟ هلأ راح نشوف كمان شوي بالديابيتس أحسن إنك تعطي الإيس أو الإي آر بي أعطينا إيس مع ثيازايد يلا رجع لي البيشنت 135/85 بغير بالثيرابي ولا لا؟ لا بضل على اسمه لا بدي أغير بالثيرابي رول ما عنده ديابيتس ما عنده كوموربيد وبالكوموربيد السيستوليك والديستوليك less than 130 over less than 80 over 80. You have to rule out the other causes. أول صار عنده hypothyroidism. Okay. في عنده sleep apnea. في عنده other causes. Whatever. وبعد هيك you check for adherence. كل شيء تمام بدك. You have to add third antihypertensive agent. لأنه تارجتنا هون أقل من 130/80. Got it? Yes. دكتور عندي سؤال. بس على السريع لأني بدي أنهي أنا يلا أوكي بس كنت بدي أسأل مين أحسن بالبداية لما بدي
يعني يكون ما حققت التارجت، أزيد الدوز بالأول ولا إني أضيف دواء بالأول؟ طيب زمان كان يحكوا لنا ما تضيف دواء ثاني إلا لما تخلص الماكسيمم إفكتيف دوز من الأول. هلا بتقدر إنك إسكاليت الدوز أو تضيف كومبينيشن ثيرابي، بزبط هيك وبزبط هيك. أوكي تمام دكتور. طيب هلا إحنا فهمنا إذا إيش الإنيشيال ثيرابي في حالات اللي فيه عنده بس هايبرتنشن، مزبوط؟ سواء بلاك أو ناني بلاك. ناني بلاك عندي 4 choices. أوكي؟ في البلاك في عندي 2 choices. طب بدي أسألكم، البلاك أعطيته 2 وما زبط، بزبطش أعطيه إيس ولا ARB؟ بزبط طبعاً، بس أنا بحكي عن إنيشيال ثيرابي ما بزبط. تمام؟ طيب تمام دكتور. هلا نيجي لمين؟ للبيشنت اللي عنده هايبرتنشن مع كوموربيد ديزيزز اللي هم دي ام وكرونيك كيدني ديزيز، وعندنا الانجينا والهارت فيلر والستروك. هلا كل واحد من هدول احنا رح ناخذه بتشابتر، يعني الديابيتس رح تاخذوه بتشابتر منفصل. كرونيك كيدني ديزيز في عندنا الانجينا، اوكي كل هاي الاشياء رح ناخذها ان ديتيلز. هلا اي ويل ستوب هير، نيكست ليكتشر رح أبلش، excuse me لأنه I have to go، في عنا next lecture رح أبلش أنا بالهايبرتنشن مع الدي أم، فبدي أحكي شوي عن الدي أم بعدين أحكي لكم بإيش بنبلش عشان تكون أنت عارف. لما أجي أقول لك والله بنبلش بإيس inhibitor as first line، طب ليش الإيس بالتحديد؟ بدك تكون فاهم شوية pathophysiology. أجي أحكي لك مثلا بالchronic kidney disease بنبلش بالإيس أو الARB، إيش معنى الإيس والARB؟ بدك تكون فاهم لك شوية pathophysiology، يعني مش حفظ تحفظ لي كوموربيد بدي أعطي هذا الدواء، لا بدك تكون عارف ليش أعطينا هذا الدواء. فرح أبلش next lecture من عند الـ drug of choice في وجود الكوموربيد ديزيز. أوكي تمام ماشي، يعطيكم العافية دكتور. دكتور stop recording. يلا ماشي، يلا باي باي، مع السلامة.